يسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا لكل انضم لنا في برنامج فلسطين هذا الصباح وللفقره الطبيه. طبيبكم موضوعنا اليوم بنحس انه مع بدايه دخولنا لفصل الخريف وعلى مشارف فصل الخريف وايضا في فصل الربيع بتبلش عندنا مشكله حساسيه العيون، بلش الكل يعاني من اعراض مختلفه من حكه، من حساسيه، من حرقان. رح نتحدث بكل هاي التفاصيل. نتحدث ليه دائما فصل الخريف وفصل الربيع، او خلينا نحكي على مشارف فصل الخريف بصير عندنا في حساسيه في العيون، فرق بينها وبين الجفاف، ليش نتحدث عن الاسباب، التشخيص والعلاج، وهل هناك في مضاعفات في حال الإصابة بالحساسية. كل هاي التفاصيل طبعا رح نحكي فيها مع ضيفي اللي بيسعدنا ارحب فيه الدكتور زكريا حجير، أخصائي طب وجراحة العيون. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك، صباح كل مستمعينا ومستمعين تلفزيون فلسطين. أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، يعني بنحس أنه خلص الصيف فعليا، يعني مع أنه هو فصل نحكي اللي فيه بيكون دائما في ارتفاع درجة الحرارة، في غبر، لكن بنحس أنه لما ببلش على مشارف الانتهاب أو بداية فصل الخريف أو نحكي بفصل الربيع بتبلش حساسية العيون. إذا نعرف دكتور ما هي حساسية العيون اللي تعتبر مشكلة من المشاكل الشائعة عند الأغلب بين الناس يا دكتور. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لحساسية العيون بحب أحكي في البداية، هي عبارة عن مجموعة أعراض بتصيب العين، معظم الناس تقدر تشخصها التشخيص السريع البسيط، اللي هي عبارة عن انتفاخ في الجفون، إفراز غزير للدموع، احمرار في العين، وأهم صفاتها الرغبة الشديدة في حكة العين. هذا أكثر شيء بميز الحساسية عن أشياء أخرى، لأن أمراض العيون تقريبا بالمجمل هي حمار، انتفاخ، حكة، غباش، معظم أمراض العيون فيها الصفات مشتركة، ولذلك طب العيون من الطب يعني العلوم الطبية الصعبة نسبيا، لأن أعراض متساوية تقريبا في مكان صغير وبدك تميز بيناتهم أنت كطبيب. فالحكة هي الهول مارك، حتى في الطب هول مارك ساين، اللي هو أهم يعني جزئية موجودة في الحساسية، الرغبة الشديدة في الحكة. هذا طبعا في مش بكل الحساسيات، ولكن معظم الحساسيات الرغبة الشديدة في الحكة. بالنسبة لأعراضها حكيناها. طب دكتور، يعني نتحدث عن الفئات العمرية، يعني بنحس أنه الكل معرض للإصابة بهذه الحساسية. صحيح. صغير كبير، لما نتحدث دكتور طب ليه يعني بس أنه بفصل الخريف فصل الربيع؟ ممكن يكون التفسير أنه بفصل مثلا الربيع لأنه مثلا حبوب اللقاح. صحيح. ممكن الأزهار، لكن فصل الخريف ليه يعني دكتور بيكون ليش الكل ببلش عنده الحساسية، التورم في العين، الحكة؟ هو إن نحكي لو رجعنا للتعريف العلمي للحساسية، هو التهاب تحسسي في ملتحمة العين. السبب الرئيسي هناك تفاعل بين مواد يفرزها الجسم، جهاز المناعة، تسمى الهستامين، وهذا الهستامين سبب الرئيسي لإفرازه اللي هو بسبب كل هاي الأعراض. الأصل فيه مجدار والأصل فيه لنفع الجسم، ولكن إذا صار هناك إفراط في التعرض لهاي المثيرات الحسية يصبح هناك مشاكل ويصبح مرض وما يتلو من يعني من مضاعفات لا قدر الله. فصل الربيع، فصل الخريف، فصل الربيع زي ما حكيتي معروف حبوب اللقاح درجة أولى. فصل الربيع أكثر شيء الغبار المحمل بالأتربة والأوساخ، هذا هو السبب الرئيسي في فصل الخريف. هذا السبب الرئيسي اللي هي بالنسبة للعين شيء مؤثر عليها. العين حساسة جدا، يعني احنا سبحان الله بيجينا مريض أحيانا داخل بعينه أصغر من حبة الرمل، مش قادر ينام، صلوا يومين وإفرازات وتعب ومش قادر يفتح عينه من إشي، يعني أنت لما تشيله بتشوفوش بالعين مجرد يدوب، لما تفرجيه بقول ولا وهي هي بيستغرب يعني. دكتور، إذا نتحدث أيضا عن موضوع الفئات، هل الكل معرض للإصابة فيها أم لا؟ نعم، أكثر ناس أكثر فئة معرضة للإصابة هم الأطفال أكثر من غيرهم بسبب إكستريم، بسموهم الإكستريمز، الأصغر ناس وأكبر ناس عادة بسبب جهاز المناعة، هذا السبب الرئيسي. الشيء الثاني أكثر ناس معرضين للإصابة فيه هم الناس عندهم حساسية بطبيعة الحال، سواء ربو في الصدر وسواء الجيوب الأنفية. فدائما إحنا سؤالنا الأولي والمبدئي في كل الحساسيات نسأل المريض، هل عندك مشكلة في الجيوب الأنفية، تحسس، هل عندك بتاخذ بخاخات لصدرك؟ هذول أكثر ناس معرضين وأكثر ناس لازم يدير بالهم على حالهم ويكون عندهم وقاية يعني جيدة أكثر من غيرهم. يعني ممكن دكتور نحكي أن هناك ارتباط وثيق ما بين الجهاز التنفسي، حساسية الجهاز التنفسي والعيون. نعم صحيح. السبب الرئيسي العلمي حابب أحكي لأنه كثير الناس ما بتعرفه، اللي هو انه الجهاز التنفسي من الداخل والجيوب الانفيه كلياتها مبطنه نفس تبطينه العين اللي هي بنسميها كيف الملتحمه،
نفس فكرة الملتحمة، مبطنة نفس الخلايا، عشان هيك لما يجي الشيء المثير بيجي إجمالا بيمسك بثلاث أماكن، في الصدر، في الرئتين، وفي الأنف، وفي العين. معظم الإثار المثيرات بتيجي على هذول الثلاث مع بعض، إلا إذا كانت كميته قليلة أو هذا الشخص مش عنده قابلية شديدة للحساسية، بتيجي بالعين اللي هي المعرضة درجة أولى ومبينة برا. دكتور، زي ما ذكرت إنه أمراض ومشاكل العيون جميعها بالأعراض متشابهة، وممكن زي ما حكينا إنه تكون نفس، حتى مش مشابهة، مطابقة بنفس الأعراض. لكن هناك فرق ما بين نحكي إنه هذا الشخص عنده حساسية في العيون أو عنده جفاف. دكتور، كيف ممكن نميز إنه هذا الشخص عنده حساسية بالعيون أو عنده فعليا جفاف؟ دكتور، وهذا سؤال كثير مهم وكثير لازم الناس يعرفوا حتى يميزوا قبل يجوا للطبيب. درجة أولى اللي عنده حكي يعتبر نفسه عنده حساسية درجة أولى. الجفاف بفرق عنه بعض الأمور، إنه عادة بحس ببغزات أكثر في العين، ضبابية في الرؤية أكثر عادة، إلا إذا كان برضو بالحساسية بفرق كثير برضو بيعمل ضبابية. بنحكي بطبيعة الحال إذا إنسان ملتزم عنده حساسية ما بفرق عينه أو عنده جفاف. الجفاف إجمالا بيعمل ضبابية، بيعمل زي الرمل في العين. والشيء الثالث، الجفاف بيعمل حركة شديدة في العين عادة، حركة شديدة، وعادة بيكون مع الزمن جاء مش فجأة. الحساسية عادة تيجي فجأة، يعني خلال يومين ثلاث بتلقى المريض تورم في الجفون، حمار، فراس غسيل للدموع. الجفاف بيكون عادة لا أبسط وعلى مدى أطول. دكتور، نتحدث عن الحساسية، هل تعتبر الحساسية بتأدي، يعني دائما سؤالنا، هل هناك مضاعفات؟ هل ممكن تصير فينا مشاكل دائمة في العين إذا تم نحكي عدم الاهتمام بمشكلة الحساسية، عدم معالجتها، عدم التوجه للطبيب؟ دكتور، هذا السؤال يعني بعتبره هو أهم شيء في الحلقة، واللي جاي من أجله يعني أتحدث بموضوع الحساسية. بعرف أنه كثير ناس بيحكي لك تلفزيون فلسطين أو غيره كثير بتناول موضوع الحساسية أحيانا. الحساسية أهم شيء فيها وأكبر مشكلة فيها أنه ممكن إذا ما تعالجت صح تؤدي لمشاكل خطيرة، وقد تؤدي إلى زراعة قرنيات. يعني هاي المشاكل الخطيرة أكثر شيء اللي هي القرنية المخروطية. الحساسية السبب الرئيسي في بلادنا للقرنية المخروطية، لأنها بحوض البحر المتوسط، وفي عنا حساسيات وراثية. يعني معظم الحساسيات عنا ماشي في العائلات، اللي هو زي ما حكينا الميكوزا أو الغشاء المخاطي المبطن للقصبات الهوائية وللجيوب الأنفية وللعين. إجمالا هو يلتقط طبيعته عند بعض الناس مع الزمن مع الخلفة، إنه هاي العائلة فيها ضعف وبسرعة تلتقط أي مثير وبتعمل مشكلة. فعن القرنية المخروطية مرتفعة جدا في فلسطين، من أكثر الدول اللي فيها قرنية مخروطية، وهذا سبب رئيسي من أسباب الحساسية. أسبابه إيش دكتور؟ إذا نفسر ما هي، يعني الكل ممكن مش الكل بيعرف شو يعني قرنية مخروطية، إذا ما نشرحها أكثر. أيوة، للمشاهدين ببساطة جدا. ببساطة جدا القرنية المخروطية هي قرنية منبعجة على شكل مخروط للخارج، طبعا بالميكروسكوبات والصور بتبين مش بالعين المجردة إجمالا، إلا إذا زادت عن حدها بتبين بالعين المجردة. هذا أول شيء. والشيء الثاني الترقق، هي رقيقة، قرنية رقيقة. السبب الرئيسي في الحساسية، عملوا MRI في دراسات حديثة جدا حتى للناس اللي ما عندها قرنية مخروطية، صوروا حدا بفرك بعينه وعملوا له MRI وبفرك بعينه، شافوا كمية الدفع والترقق اللي بصير في القرنية. انت بتعمل له ستريتشينج زي البالون بتشده، زي البالون بتشده باستمرار. فمع الفرك المستمر، فرك المستمر، بتبدأ القرنية تعمل ستريتشينج وبتقل سماكتها وتندفع للخارج بسبب ضغط العين الداخلي الطبيعي، بدون وجود ضغط عين يعني عالي. ضغط العين الطبيعي بناء على القرنية عادية ما بدفعها للخارج، ولكن إذا ربطت بتنبعج للخارج بتبدأ مشاكل القرنية المخروطية. إيش هي أهم المشاكل ممكن تصير دكتور؟ والله يعني من أهم المشاكل إنه بنزل النظر بشكل دائم، الريفيرزبل بنسميه، يعني قصر ولا طول بصير دكتور؟ قصر مع انحراف، قصر مع انحراف. المشكلة الكبيرة قصر انحراف، هذا غير قابل إجمالا للعودة، يعني إلا يعني أحيانا إذا في البداية تتعالج ممكن يعمل له انزرع له مثلا، إذا وصل طبعا حد كتير كبير ممكن زرع القرنية تسوي لدرجة وين إحنا بنحكي من شيء بسيط حساسية. معظم الناس اللي مزرعوا القرنية في بلادنا هم قرنية مخروطية، ومعظم الناس هذول تعمل قرنية مخروطية هم حساسية في الأصل. لما تسأل بقول لك كان عندي رمد ربيع، كان عندي رمد ربيع وأنا صغير، كان أهله يعالجوني على الخفيف يعني، أو مش سائل، أو مثلا كانوا يعالجوه ما يرضاش يكمل العلاج. لو بدنا نحكي بالعلاج سريعا اذا حابه هيك، تفضل دكتور. يعني هو المثل اللي بنحكي دائما في الطب كلياته، درهم مقايض خير من قنطار علاج. لو بدنا نصنفه لاي يعني مرض بالضبط بنحطه بلبس عليه وبكون رقم واحد، هو للحساسيه.
حساسية درهم وكي خير من كنتار علاج، هي يعني هي بتتصدر هاي المقولة. بس دكتور لما بنحكي يعني فعليا السبب الرئيسي هي الرياح المحملة بالغبار، فكيف السؤال من المشاهدين كيف أنا طب بدي أحمي عيوني أو الجهاز التنفسي من هاي الغبار اللي أنا بدي أتنفسها، فكيف ممكن السؤال منطقي وحلو صحيح. يعني أول شيء يعني ما يبالغش الإنسان في التعرض لأي شيء، يعني إذا كان ولا بالطبيعة شغله في الهواء يلبس نظارات شمسية أول شيء، ثاني شغله يغسل وجهه باستمرار، وهذا إشي مهم جدا زي غسيل وضوء الصلاة، يغسل وجهه بشكل عام كلياته، لأنه اللي بيجي على العين بيجي على الوجه بيجي على الأنف، فما يتعود بس يغسل عينيه، كثير ناس تعودين بس بغسل عينيه. أول شغله بركز عليها لما يغسل عينيه في الفرك، وهذا ما بنحبه بالحساسيات. شيء ثاني يبقى كثير من المثيرات موجودة حوالين عينه. فالتغسيل المستمر مهم. الناس اللي في البيوت تسكر النوافذ هاي الفترة نخفف من النوافذ حتى لو بدنا نستمتع بالهواء. والشيء الثالث برضو ممكن نعمل، وهذا إشي كتير مهم، غسيل العين باستمرار داخليا. غسيل العين باستمرار داخليا عن طريق كترات المرطب. كترات المرطب صحيح تعطى الأصل فيها للجفاف، ولكن في حالة الحساسية هي غسول للعين. أنت بتشيل المثير باستمرار وبتنزله على مجرى الدمع منه للأنف وبنتهي. دكتور تحدثت عن المثيرات اللي ممكن بتسبب أو بتحكي عوامل خطر بتزيد من نسبة الحساسية خاصة بين الصبايا، موضوع الرموش الصناعية والمواد الصناعية بتم تلزقها، فهل تعتبر مسبب رئيسي لحدوث الحساسية دكتور والتورم في العين؟ يعني هي بحد ذاتها إجمالا لا، ولكن المواد لما يجي لصقوها بيجونا طبعا ناس مباشرة من صالون من مكياج من كذا، يعني عندهم نحكي يعني اقرب لستورم عاصفي هيك بتكون بعينها، لانه دخلت مثلا نقطه من اللاصق للعين، هي من المشاكل الرئيسيه يعني. بس اما لما تمشي وتمشي الامور اجمالا لا ما بتاثر اجمالا. الدكتور زكريا حجر اخصائي طب وجراحه العيون، طبعا بنشكرك على كل هاي المعلومات الطبيه، بنتمنى السلامه للجميع. اهلا وسهلا دكتور نورتنا. جميعا الله ينور عليك، تسلمي. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الطبيه، تحدثنا فيها عن حساسيه العيون، بنتمنى السلامه للجميع، وصلنا لفقرات طبيه جديده وعوده لكم زملائي، يسعد صباحكم.